اشرح لك الليزر، اشرح لك البوتوكس، اشرح لك الفيلر، اشرح لك سكين اناتومي، اشرح لك الميزوثيرابي، اشرح لك البلازما، كل حاجه تحتاجها في الجلديه. كلك على بعضك مناعه، جلدك مناعه. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، أبنائي الأحباء، نتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهنتكلم عن الصدفية. الصدفية سورايسيز، كلمة صورة باللاتيني يعني سكيل، كلمة سورايسيز يعني سكيلز. تعال مع بعض كده نشوف إيه حكاية الصدفية. قبل ما أبدأ عايزين نقول لكم حاجة عشان تبي أونست مع العين بتاعك. أول ما بيجي لي عين الصدفية بقول له المرض بتاعك ده مرض مزمن، يعني ما بيخلصش بس ما يتسبش. نقول الكلمة تانية، مرض مزمن ما بيخلصش، زي السكر، زي الضغط، حاجة long life بس ما يتسبش، لازم اعمل له controlling. بنعمل له controlling بحاجات topical او بsystemic immune suppressive therapy او بالphototherapy او اخيرا بالbiologic therapy. الايرا الجديدة اللي عاملة شغل جامد جدا جدا، وكنا متخوفين في البداية من استخدامها، لكن دلوقتي بنستخدمها ونتائجها روعة. واظن ان شاء الله ان شاء الله في يوم من الايام هنقول للصدفية، الصدفية مرض بيتعالج وبيخلص. تعال نشوف مع بعض كده الديفينيشن بتاع الصدفية. خلي بالك معايا عشان كل حاجة هنقولها مهمة جدا. It's a common genetically determined immune-mediated skin disease affecting 1-2% population, characterized by remission or exacerbation, a benign disease in a malignant form. نعم، benign disease in a malignant form. كلمة malignancy في الصدفية مش عايز اسمعها، بس انا بقول دايما الصدفية مرض benign يرتدي ثوب المالجنسي. يعني ايه؟ هو مرض حميد مليون في المية، يرتدي ثوب المالجنسي في ايه؟ في الابنورمال ميتوزز، ابنورمال ميتوتيك فيجرز. يعني السرطان يا جماعة مرض في ابنورمال ميتوزز، بس بيرمي الابنورمال ميتوتيك سيلز جوه جسمك، تارجتنج البلاد فيسل والليمفاتيس، عايز يعمل ميتاستاسيس. لا 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 لا، الصدفيه بقى مرض بيور مرض جلدي، ممكن يأفكت الجوينتس واذرز، بس هو الابنورمال ميتوتيك فيجرز بيدمي الابنورمال سيلز البره، فهو مرض بناين مليون في الميه بناين، لكنه يرتدي ثوب المالجنسي. طيب بقول لك حاجه غريبه جدا في الديفينيشن بتاعه الجديد، اتس ا باستولر ديزيز. نعم، الصدفيه ذا باستولر ديزيز، الصدفيه يس اتس ا باستولر ديزيز، لكن الباستولز كان نوت بي ديتكتد كلينيكالي. وانس بقت ديتكتد كلينيكالي بقى اسمها الباستولر سورايسيس. يعني ما ينفعش الصدفيه ما يبقاش فيها باستول سب كلينيكال هيستوباثولوجيكال، لكنه لو بقى ديتكتد كلينيكالي ده بسميها الباستولر سورايسيس. ابيديميولوجي طبعا موجود ومال العالم كله، بوث ثيكس ار افكتد ايكوالي، اي ايدج ممكن يجي فيه. بلاش بسميها بريسيبتيتنج فاكتور اكتر من بروفوكيتنج فاكتور. يعني ايه؟ هو المرض موجود، الصدفيه عند مريض الصدفيه موجود. بروفوكيتنج فاكتور يعني ايه؟ هو اللي يظهره، اللي يزود الاكتيفيتي بتاعته. سبع حاجات: تروماتيك، كلايمت، دراجز، انفكشن، ميتابوليك، اندكراين، سايكوجينيك، وكل واحده اكلمك عليها. واحد التروما زي ما انت شايف قدامك، الكوبنرايزيشن. يعني ايه كلمه كوبنرز فينومينا؟ كوبنرايزيشن هو ايزومورفيك باثولوجيكال ليجن ان بيشنت ويز سكين ديزيز اون توب اوف سكار او سكراتش مارك. نقولها تاني، ايزومورفيك باثولوجيكال ليجن يعني عندي حته فيها ديزيز وحته ما فيهاش ديزيز. اوكي، جيت على الحته ما فيهاش ديزيز، عملت عمليه فوق السكار ده، يبدا يطلع لي سورايتيك ليجن.
Kubner's phenomena, يبقى هي isomorphic pathological lesion in patient with skin pathology on top of scar أو على scratch mark. وزي ما انتم شايفين هنا عيان على مكان العملية طلع له psoriatic lesion. السورايتس زي ما اتفقنا scaly disease, وأي scaly disease هيزيد ساعة الشتاء مع الدراينس, عشان كده يزيد جامد مع الشتاء في drugs. وخلي بالك ان في بعض الأدوية بتزود الصدفية زي الانتي مالاريا البيتا بروكل الاسترويد وزدرول. على فكرة خلي بالك لو انت خدت استرويد كورتيزول هتقدر الصدفية جدا, بس ده مش علاج. ليه؟ وانس الاسترويد ويف وحصل استرويد وزدرول هيخش لك العيان واحتمالية مش قليلة very severe form of سورايسيس اللي هي الريثوديرميك او الباسكلر سورايسيس. النار استرويد الانتي انفلاماتوري ممكن تبقى من مهيجات الصدفيه, بالذات الجروب بتاع الفولترين والكتافلام بليز مش عايزينهم, مع ان العيان غالبا ما بيدي النان سترويد انتي انفلاماتوري في السترايس عشان بيبقى عنده في بعض الحالات سترايتك ارثروباسي فبياخد مسكنات, المسكن ممكن يزود السترايس. انفكشن بوست ستريبتوكوكال جاتيت سترايس الستريبت في اللوز في الزور ممكن تهيج لي الصدفيه وتعمل لي النوع الشهير جدا لو بوست ستريبتوكوكال جاتيت سورايسيس. كلمه جاتيت يعني دروبس اوف ووتر, زي ما جايب لك الصوره قدامك, نقط الميه ينطر الصدفيه على شكل نقط في الميه في الجسم. ميتابوليك هايبوكالسيميا بيبرسيبتيت سورايسيس. اندوكراينال ذا بيك اوف انسن بيوكير ات بيبرتي او منيبوس, يعني يزيد جدا 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 مع الهرمونال تشينجز. بريجننسي بي امبروف سترايس, لا البريجننسي بي امبروف سترايس, يعني احنا بنقول نسبه كبيره جدا من العيانين اللي عندهم صدفيه وانس بقت بريجننت بتحسن جدا, بس 10% من الستات اللي هتبقى بريجننت وعندها سترايس ممكن تخش في باسكلر سترايس او بريجننسي اللي هو اسمه امبيتايجو هيربيتي فورمز. طيب خش على اللي بعده, سايكوجينيك فاكتور, كل الكلام ده مهم. طيب تعالى نتكلم بقى على الباثوجينيسيس, وده عايزين تركيز جامد جدا وهشرحه لك بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه احنا بنعمل الباثوجينيسيس اوسترايسيس ازاي. كل ما بنوصل لنيو ميديكيشن, كل ما بنوصل لعلاج معين في الصدفيه بنعمل له باثوجينيسيس يتناسب مع العلاج الجديد. يعني هو ايه الكلاسيك باثوجينيسيس اوف اوسترايسيس؟ ركز مع ايديا, ادي الصدفيه, انا اتخيل ان انا بيزل سيل الطبيعي, اي بيزل سيل عندي بتتقسم تعمل تو سيلز, واحده تفضل واحده تطلع تبقى سباينس جرانيولر هورنيو تقع, ده طبيعي عندنا. الديفيجن بتاع البيزل سيل ده اسمه سيل سايكل. يعني هقول لك حالا, طيب هو ايه اللي بيحصل في الصدفيه؟ السيل سايكل ده الديفيجن بتاع البيزل سيل ده بيبقى سريع جدا, فالسيلز تنقسم فتجري بسرعه بسرعه جدا, بقى الفورميشن اوف نيو سيلز اكتر من الديسكوميشن, تتجمع السيل تعمل لك سورياتيك ليجن. طب تعال نشوف كده مع بعض يعني ايه سيل سايكل. تابع معايا في اللابتوب وتابع معايا في ايديا وهشرح على البورد برضو اللي بيحصل بالظبط. تعال نشوف كده مع بعض صورة في منتهى الحلاوة والجمال. ادي يا جماعة الجلد, ادي الابيدرمس, البيزل سيل بتتقسم عشان تعمل ابيدرمال سيل, اتقسمت البيزل سيل قدامك وتابع معايا في السهم, بقت سباينس سيل, طلعت سباينس سيل بقت جرانيولار سيل, طلعت الجرانيولار سيل بقت هورن سيل, والهورن سيل تقع, ده طبيعي. خلي بالك السيل سايكل هو معناها انقسام البيزل سيل, وده بياخد طبيعي من 12 ل 19 يوم. طيب اتقسموا, واحده بتفضل مكانها والثانيه بتطلع في الابيديرمس في رحله اسمها ابيديرمال ترانزيانت تايم او ترانزيانت ابيديرمال تايم, ودي بتاخد لها تقريبا 28 يوم. يعني الخليه من اول ما بتتقسم لغايه ما توصل لهورن سيل هي بتاخد 40 يوم, تقريبا 12 يوم ديفيجن والرحله 28 يوم, ادي 40 يوم. في الصدفيه الميتوز بيحصل في يوم ونص والرحله بتحصل في 3 4 ايام. يعني الميتوزس ده الميتوزس بدا من 12 19 يوم بيحصل في يوم ونص, والرحله دي في 3 4 ايام. فطبعا الفورميشن بتاع النيو سيلز بيزيد جامد جدا 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 عن الديسكوميشن,
فيعمل لي اسريتيك ليشن. تعال تابع معايا السيل سايكل. لما اقول لك ايه هي السيل سايكل اعمل لي بايدك كده بيزل سيت اسم تادي السيل سايكل. طيب تعال نشوف مع بعض. بتبدا السيل سايكل بالميتوزيس. تابع معايا على اللابتوب وتابع معايا على الايديا. ميتوزيس يعني ايه؟ اهو اتقسمت. بعدين يخشوا البيزل سيل لجروث فيز تايب 1. يعني ايه؟ ادي البيزل سيل اتقسموا الاثنين هيخش في الجروث فيز تايب 1. حلو قوي. واحده فيهم تغادر خالص وتطلع فوق تبقى سباينس وجرانيولر، والثانيه تخش في الكويسنت فيز تهدى شويه كويسنت، عشان بتاعت الكويسنت فيز دي ترجع تاني للسايكل وتخش على مرحله جروث فيز تايب 1 تاني تكبر تاني. بعدين هتخش على مرحله دي ان ايه سينس. بص ايديا بدا يصنع دي ان ايه جوه. طيب فتخش على مرحله جروث فيز تايب 2 كبرت قوي بقى في سيل كبيره في دي ان ايه كتير انا جاهز انقسم واعمل نيو سيلز. فتخش على مرحله الميتوزز وهلم جره. نقول تاني سيل سايكل عباره عن ادي بيزل سيل اتقسمت البيزل سيل بقى تو سيلز الاثنين هيخشوا في جروث فيز تايب 1. حلو قوي. واحده منهم تغادر وتبقى سباينس جرانيول هورني الف سلامه، والثانيه تريح شويه كويسن فيز لسه مقسومه من اختها. بعدين ترجع تاني جروث فيز تايب 1. بعدين تخش على مرحله الدي ان ايه ثينسيسس دي ان كتير. فتخش على جروث فيز تايب 2 بقت سيل كبيره جواها دي ان ايه كتير انا جاهز للنيو ميتوزز وهلم جره. ده اول باثوجينيسيس. واللي انا بقول لك فيه ان السيل سايكل بقت بدل من 12 ل 19 يوم، سيل سايكل عامل لي كده على طول، بقت يوم ونص. ده اول باثوجينيسيس اوف سرايس. طيب تعال نشوف تاني باثوجينيسيس اوف سرايسيس، واللي هو جايبه لك بفيلم كرتون ويا رب يعجبك ونفهمه مع بعض. ده تاني باثوجينيسيس اوف سرايس، ده اللي بيفسر لي يا جماعه البيولوجيك ثيرابي. تعال نشوف مع بعض. هتشوف قد ايه موضوع الكرتون اللي انا عامله لك ده هيسهل الموضوع. في اقل من 7 دقايق هنحفظ الباثوجينيسيس رقم 2. تعال نشوف مع بعض. ده اللانجرهانس في الابيدرمس اللي هو الانتروجين بريزنتنج سيل. انتروجين بريزنتنج سيل ده انتروجين which may be drug cell membrane surface antigen virus whatever. انت اهو تعالى انت وامثالك لازم تتدمروا. انا هروح للكبيرة وهي اللي هتضبطكم. ايوة يا شباب انا قبضت على العدو ده شكله ارهابي اخر حاجة. انا هاخده وهطلع الكبيرة في الانفلود. خلوا بالكم يا شباب انا راجع على طول. يبقى هنا في الابيدرمس يا جماعة اللانجر هانسن عمل كابتشر للانتيجين وخده وساب الجلد وطلع للليمف نود عن طريق الليمفاتكس. كمل معايا. هو ماشي في الليمفاتكس دلوقتي ومعاه الانتيجين في ايده. انا جاي قربت اهو. انا داخل عليك يا كبيره. ممكن حد يديها خبر؟ يا كبيره انا لانجر هانس وجايب بتاعي يقرفانا في حياتنا ومعتنين علينا عيشتنا. يا كبيره الظاهر انها نايمه. هو طلع على الليمف نود ولقى الانسنسيتايز تي ليمفوسايت زي ما انتم شايفين نايمه. التي سيلز دي مش هتبقى سنسيتايز ولا هتفوق ولا هتشتغل غير لما تاخد 3 set of signals.
تاخد 3 سيجنالز. تعال نشوف مع بعض واحفظ معايا. يلا نكمل مع بعض. هحاول اصحيها بقى. 1 خدي اتفضلي. ادي 1 دايركت اكسبريشن، ادى الانتج للتي سيل اتفضلي. ادي رقم 1 بيديها لها. ها هتصحى؟ لا ده الفيرست سيجنال، هات لي اللي بعد كده. لسه نايمه برضو؟ طب خدي عندك ده. كل دور السكند سيجنال، كل دور السكند سيجنال. السيجنال دي انا بشبهها بالمفتاح والقفل بتاعه. لازم سنون المفتاح تبقى ماشيه مع القفل، الريسبتور هنا ماشيه مع الريسبتور هنا. السكند سيجنال عباره عن ايه؟ احفظ معايا كلمه بوليس قدامها كلمه سيديهات. احفظ بوليس بي 7 لام لفه 3 اي اي كام سين سي دي 4 بوليس بي 7. مين حفظ معايا بي 7 لفه اي كام؟ اي كام اللي هو انتر سيلولار اديزيف مولكيول، ماشي؟ انتر سيلولار اديزيف. بعدين سي دي 40 قصادها البوليس يمسك في السيدات سي دي 28 سي دي 2 لفه 1 سي دي 40. يقول لك الله ده سي دي 40 متكرره. ايوه سي دي 40 بتاعه اللانجر هانز مع سي دي 40 بتاعه التي سيلز. دي اسمها يا جماعه الكوستيمولاتري مولكيولز، دي السكند سيجنال. يبقى اول سيجنال كانت ايه؟ دايركت اكسبريشن ذا انتيجن، بديك الانتيجن. ثاني سيجنال اللي هم ايه؟ بوليس مع السيديهات بي 7 لفه اي كام 1 سي دي 4. طب هنا سي دي 28 سيديهات بقى سي دي 2 لفه سي دي 40. طب والثيرد سيجنال ايه؟ بص معايا لانجر هانس عايز يصحيها. ثيرد سيجنال اداها انترلوكن 12، اشتغلت على انترلوكن 12 ريسبتور. يبقى كده يا جماعه التي سيل الانسنسايز تي سيل الفيرجن تي سيل خدت كام سيجنالز؟ خدت 3 سيت اوف سيجنالز. فيرست دايركت اكسبريشن، 2 البوليس مع اللفه، اخيرا الانترلوكن 12 اشتغل على انترلوكن 12 ريسبتور. كده التي سيلز هتصحى. تعال نشوف مع بعض لما تصحى. اول ما خدت الثري سيت اوف سيجنالز بدت تطلع انترلوكن 2 وتطلع سايتوكاينز، بتدلع نفسها، بتنشط نفسها، بتصحصح نفسها. يبقى خلي بالك اللي نشطها ايه، وهي لما نشطت طلعت السايتوكاين وصيعت انترلوكن 2. تعالى كمل معايا. هو في ايه؟ انا صحيت اهو، انا كده فقت وبقيت اخر صحصح. احط على راسي الكله وهتكل على الله اروح للجلد. محدش عايز مني حاجه لما انزل. انت قلت لي ان خالتي زلتين هتبقى مستنياني في مكان الحدث. عموما انا لبست الكله بتاعتي وهتكل على الله مع اخويا. انترلوكين 2 بيعمل تي سيل اكتيفيشن اند بروليفريشن. عندي حاجه يا جماعه في الطب اسمها ادهيزيف مولكيول. اسمها ايه؟ ادهيزيف مولكيول. انا وانت بنتكلم مع بعض ببقي بعناية بوداني، بنفهم بعض. السيلز بتتكلم مع بعض ازاي؟ بالادهيزيف مولكيول. طب والادهيزيف مولكيول دي موجوده فين؟ غالبا موجوده انترا سيلولر وبتطلع بره عند اللزوم، تطلع بره عشان نتكلم مع بعض. فالتي سيلز دلوقتي بقت سينستايز تي سيل ونازله من الليمف نود رايحه الجلد لغرض ما. هعرف انها رايح الجلد ازاي؟ بتقول لك حطيت على راسي الكله كوتينيوس ليمفوسيتك انتيجين، كوتينيوس ليمفوسيتك انتيجين، همشي بيه، هرمي نفسي في الليمفاتكس، هرمي نفسي في الدم. هي هتجايد يو انك تمشي لغايه الجلد، وجوه الجلد هتلاقي خليتها سلكتين، هتسلكت
الكل دي عشان تمسك فيها الكل اللي هي كوتينيوس لينفوسيتك انتيجين. تابع معايا بقى والتي سيلز بعد ما حصل تي سيل اكتيفيشن بروفريشن هتمشي من الليمف نود وتروح للجلد هتعمل ايه؟ انا شايفه خلفي اهي خلفي سيلكتين اهي بدات تظهر اهي خلفي سيلكتين اهي بدات تظهر اهي اخيرا خلفي سيلكتين وحشتيني. ازيك يا سي عامله ايه؟ لانجر هانس قال لي اخلي بالي عليك ووصلك بالسلامه مكان الخناقه مع الاعداء. بس قوليلي معاكي ايه؟ معايا فيلا ولفه. تعالى مرجحك زي اليويو لحد ما الدليل يطلع يوصلك قوه الجلد. تيسل دلوقتي جوه البلاد بيسل في الجلد في الدرمس عايزة تغادر البلاد فيسل توصل للجلد جوه تعمل ايه؟ الايسلكتين دي انتر او انترا سيلر اديزيف مولكيول طلعت عشان تستنى التي سيل اللي معاها الكله عشان يلزقوا مع بعض. طيب هي جايه بتقول لها ايه؟ انت معاك ايه؟ قالت لها معايا فيلا ولفه كل دي اديزيف مولكيول الغرض من كل ده ازاي اوصل للجلد؟ الكلام ده نظري ولا حقيقه يا جماعه؟ الكلام ده حقيقه. الكلام ده حقيقي. تبقى الايس الليتين هتمسك التي سيل من الكل وتقعد تعمل لها ما يسمى بالتثرنج. بص بقول لها ايه؟ هعمل لك زي اليويو. هعمل لك زي اليويو. ليه؟ عشان انت معاكي فيلا ولفه. فيلا ولفه. وانا بعمل كده الاندوثيليال سيل بتاعت بلاد فيسل تبدا تقرا الفيلا واللفه تطلع لي اديزي مولكيول تمسك في الفيلا واللفه دول وتمسك فيهم وتطلعها. تعال نشوف مع بعض كده. بصي بتعملها ايه دلوقتي؟ بتعملها تثرنج. تثرنج زي اليويو. اه انا دخت يا خالتي. استني يا حبيبتي لغايه ما الدليل يحس بيكي. الدليل يحس بيكي. بص 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 الفاسكولار اندوثيليال سيل طلعت الايكام والفيكام. كل دي اديزيف مولكيول. بص 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 الفيلا واللفه اللي كانوا مع التي سيل مسكوا في الفيكام والايكام اللي كانوا جوه انسايد انتراسيلر اوف اندوثيليال سيل. فالاديزيف مولكيول طلعت مسكت في اديزيف مولكيول عشان تسحبها وتعمل لها مرحله المايجريشن. يبقى احنا شفنا مرحله التثرنج. تثرنج عامله زي اليويو. بعد كده تعمل حاجه اسمها رولينج تمشي على الجلد لغايه ما الاديزي مولكيول تطلع من اندوثيليال سيل وتمسك فيها. هتمسك في اي حاجه؟ لا مفيش حاجه تمسك في اي حاجه. الفيلا واللفه. الفيلا هيمسك فيها الفيكام واللفه تمسك فيها الايكام وتعمل مرحله المايجريشن من البلاد فيسل جوه الجلد. تعالى نعشق بالله. اهو غدرت دخلت على الجلد. بالسلامه يا روح خالتك سيلكتين. انا واخواتي هو بقى دلوقتي جوه الجلد. هنطلع بقى فوق ازاي؟ يلا نطلع سيتوتوكسيس زي انترفيرون الفا وجاما. هم دلوقتي جوه الجلد. هم دلوقتي جوه الدرمس. ازاي يخشوا للابيدرمس؟ قال لك تعال نطلع سايتوكاينز علشان يكسروا البيزمنت ممبرين ويخشوا من خلاله. اهو طلعوا الابيدرمس كده. احنا قطعنا الخط الصعب اللي هو البيزمنت ممبرين. بينا نطلع فوق عند الشاويش لانجر هاند. هنقطع برضو ما بين الطوب ده. هنقطع ما بين الطوب ده. هنقطع ما بين الطوب. هي شايفة الكيراتينوسايتس طوب. من الكيراتينوسايت ليفينج سيلز ومسكين مع بعض بديسموزوم. مسكين مع بعض بانتر سيلولا اديزيف مولكيول ديسموزوم. هي عايزة تقطع بينهم. تعال نشوف كده. طوب؟ انت بتقولي علينا طوب؟ احنا خلايا محترمة ومتجددة. الله يسامحك كده قطعت الروابط اللي بيني وبين اختي. يلا يا شباب يلا لازم تتقسموا بسرعة. بدأ الإبيدرمال سيل تتصرف بغشامة. اتقطع فبدت تعمل إبيدرمال هايبر بروليفريشن. بدت تعمل إبيدرمال هايبر بروليفريشن مش كده وبس. وبدت تبعت برضو لينفوكاينز
وتجيب النيوتروفيل. اوه اكبر غلط في الدنيا انك تجيب عدو عشان يساعدك. تعال نشوف هيحصل ايه. انا هبعت اجيب لكم خلايا تساعدنا اسمها نيوتروفيل. وهتجيبيها منين؟ هبعت لها كيموكاين يوسع الشرايين ويجيب النيوتروفيل. اهم وصلوا. انتوا رايحين فين؟ شوية فوق خالص وشوية في الوسط وعمرنا ما هنمشي من هنا. شوية فوق خالص وشوية في الوسط. النيوتروفيل طلعت شوية فوق خالص هي مونرو مايكرو ابسيسز، وشوية في النص اللي هم اسبونج فورم باسيولف كوجوج. فاكرين اول او تاني ديفينيشن قلت لك السورايسيس از ا باستولر ديزيز، لكن الباستول كانوت بي ديتكتد كلينيكالي. وانس بقى ديتكتد كلينيكالي بقى اسمها بس سورايسيس. مع النيوتروفيل اللي موجوده في الابيدرمس دي هي دي اللي عامله الباستول، وعمرها ما هتروح خالص. الباستول دي ذا هيستوباثولوجيكال فايندينجز، لازم الاقيها في الصدفيه، من اجل ذلك عمرها ما هتروح خالص. ده الباثوجينسيس الثاني للصدفيه. نرجع تاني للمحاضره بتاعتنا، اوعى تنام. تالت باثوجينيسيس بقى يا جماعه، تعال نشوفه مع بعض كده وتابعي معايا على اللابتوب. ايه بقى اللي بيحصل؟ وده هقول لك بيفصل ايه بالظبط. جينيتك فاكتور، انفايرومنتال فاكتور زي دراج سترويد سموكينج، بكتيريا، بتعمل ايه بقى؟ تستيموليت الكرياتينوسايت. خلي بالك ده عكس الدنيا، بدأ من الكرياتينوسايت. احنا دايما في الباثوجينيسيس بنبدا من تحت لفوق هنا، لا ده بادئ الكرياتينوسايت. الكرياتينوسايت هتبدا تعمل ايه هنا؟ هتطلع برو انفلاماتوري سايتوكاين زي تيومر نيكروزنج فاكتور. خلي بالك واحفظ معايا دي، هتعمل لي هتحول لي الان اكتيفيتد لانجرهانس سيلز، فاكرين لانجرهانس، لاكتيفيتد لانجرهانس. الاكتيفيتد لانجرهانس هتطلع انترلوكين 23، افتكر معايا، وانترلوكين 12. انترلوكين 23 هتستيموليت التي هيلبر 17، دي يا جماعه تي هيلبر 17 معلش غلط، والانترلوكين 12 استيموليت التي هيلبر 1. دي التي هيلبر 17 ودي التي هيلبر 1. الاثنين التي هيلبر 17 هتطلع انترلوكين 17، والتي هيلبر 1 هتطلع انترلوكين 2 انترفيرون تيومر نيكروزنج فاكتور اللي هيخش يستيموليت الكرياتينوسايت تاني. يبقى نقول تاني يا جماعه، وخلي بالك من انترلوكين 17 دي وانترلوكين 23 و 12. لو سمحت خلي بالك من انترلوكين 17 وانترلوكين 23 و 12. نقول تاني، جينيتك فاكتور، انفايرومنتال فاكتور، بكتيريا تنشط الكرياتينوسايت، تحول لي الان اكتيفيتد لانجرهانز لاكتيفيتد لانجرهانز، طلع انترلوكين 23 و 12. انترلوكين 23 استيموليت التي هيلبر 17، انترلوكين 12 تي هيلبر 1، التي هيلبر 17 طلع انترلوكين 17، والتي هيلبر 1 طلع انترلوكين 2 انترفيرون تيومن كروزنج فاكتور تستيموليت الكرياتينوسايت وهلم مجره. دي اسمها الانفلاماتوري لوب. بس خلي بالك ان الكرياتينوسايت، ركز معايا، ان الكرياتينوسايت ممكن يحصل لها ستيموليشن بانترلوكين 17 من حاجات بره تماما التي هيلبر 17 والتي هيلبر 1، اللي هي عن طريق المسل الماكروفيج انتر والنيوتروفيل. يبقى انترلوكين 17 ليها مصدر خارج الانفلاماتوري لوب، انما جوه الانفلاماتوري لوب انا عندي انترلوكين 17 وانترلوكين 23 وانترلوكين 12. جم العلماء فكروا وطلعوا بايولوجيكس، علاج البيولوجي الجديد، قال لك هنعمل دواء بيشتغل على الانترلوكين 23 والانترلوكين 12 اللي هو الاستيلار. ده بنديها حقنه كل 3 شهور. في ناس تانية قالت لك لا 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 ده السكاكين وهم الكوزنتكس احسن عشان بيشتغل على انترلوكين 17، وده بيضرب الانترلوكين 17 اللي في الانفلاماتوري لوب وبيضرب انترلوكين 17 اللي جايه من الماس سيل والماكروفيج والنيوتروفيل. من اجل ذلك الانفلاماتوري لوب شور
هيختفي. طب تعالى نشوف كده مع بعض انا ازاي ممكن من هذا الباثوجينس الثالث ممكن اعالج الصدفيه. احنا مش قلنا ان الكيراتينوسايت بتعمل اكتيفيشن لانجرهانز عن طريق التيومر نيكروزنج فاكتور، فاحنا ممكن ندي الانتي تيومر نيكروزنج فاكتور اللي هو الايتانر سيبت ايدالي ميماب اللي هو الهيوميرا والانفليكسيماب. طب احنا ممكن كمان ندي انترلوكين 17 اللي هو مين يا جماعه؟ السكاكينوماب اللي هو الكوزينتكس، وممكن ندي انتي انترلوكين 23 و12 اللي هو الاستيكينوماب اللي هو الاستلارا. كده انا قلت لك ثلاثه باثوجينيسز للسرايس، هرجع وراجعهم معاك علشان اقول لك ازاي بنعالج العيان. احنا لما اتكلمنا على اول باثوجينيسز اللي هو ابنورمال سيل سايكل، ابنورمال ابيديرمال ترانزيانت تايم، قلنا الموضوع كلها شايف ابنورمال ميتوزز، ابنورمال ديفيجن، وقلت لك الديفيجن الرهيب ده يعني السيل سايكل بتحصل في يوم ونص بدل من 12 19 يوم، ابيديرمال ترانزيانت تايم بيحصل في 3 ل 4 ايام بدل 28 يوم، ففي ابنورمال ميتوزز انا هدي انتي ميتوتيك. الباثوجينيسيس بيخدم عليه الانتي ميتوتيك ثيرابي اللي هو الميزوتريكسيت والاسيتريتين والنيورال او سايكلوسبورون، ده انتي ميتوتيك ثيرابي. طيب الباثوجينيسيس الثاني اللي احنا شفناه في الكرتون، فيلم الكرتون، قلنا ده بيشتغل عليه البيولوجيك ثيرابي ازاي؟ هوريهولك بعد دقيقه. الباثوجينيسيس الثالث ده معمول مخصوص علشان الاستيكينوماب والسكاكينوماب اللي هو الستيلارا والكوزينتكس. طيب تعال نشوف كده مع بعض برضو قبل ما نكمل محاضرة السورايسيس، لو تفتكروا معايا هرجع تاني البيولوجيكس بس بديكوا الفكرة. الباثوجينيسيس لما قلنا التي سيل لازم علشان تبقى ستيموليتد محتاجه 3 set of signals، واحد دايركت اكسبريشن، 2 كوستيمولاتوري مولكيول بوليس وسيدهات، و3 انترلوكين 12 بيشتغل على الانترلوكين 12 ريسبتورز. اشتغلت يطلع سايتوكاينز ستيموليت التي سيلز. تعال نشوف مع بعض كده على اللابتوب، تعال نشوف مع بعض اللي بيحصل معايا البيولوجيكس. الصورة دي أظن خدناها أو شفناها في الفيلم الكرتون. تعال نشوف كده مع بعض أول بيولوجيك عندي اللي هو الأليفة سبت. أليفة سبت هيشتغل إزاي؟ بصوا يا جماعة، بيكسر السن، بيكسر الأدهيجن الأدهيزي موليكيول بتوين لفة وسي دي 2، بس لما يكسرها التي سيل ما تقدرش يحصل لها اكتيفيشن، يحصل لها إيه؟ ابوبتوزز وتموت. اليفا ست ادي اول دواء. 2 ايفاليزوماب بيشتغل على مين؟ اي كام لف، بيكسر السن ده، بيقطع الاديز الموليكيول ده، تمام، قطعها التي سيل مش هيحصل لها اكتيفيشن، هيحصل لها ابوبتوزز وتموت. تعال بص كمان الايفاليزوماب بيشتغل على ايه؟ الاي كام لفه اللي موجوده في السيركيليشن، يعني بيشتغل على الاي كام لفه اللي موجوده في الليمف نود والاي كام لفه اللي موجوده في السيركيليشن. طيب البازيليكس ماب ده انتي انترلوكين 2 او انتي سايتوكاينز زي ديكاليزوماب، نفس الكلام بيشتغل برضه انترلوكين 2 او السايتوكاينز. ايتانر سيبت بيشتغل على السايتوكاينز، انفليكسيماب بيشتغل على السايتوكاينز. يبقى كده احنا بنتكلم على باثوجينيسيس، لو فهمناه زي الموضوع بقى سهل ان شاء الله. ثلاثة باثوجينيسيس معمولين كل واحد منهم بيخدم على ميديكيشن. طيب تعال نشوف مع بعض كده عيان الصدفية لما يجي لك بيشتكي من ايه. عيان الصدفية بيجي لك شكوته ديسفيجرمنت، اول ما ابص على الليجن الاقي عنده ريد بابيول كفرد بسيلفري وايت سكيلز، سيلفري وايت لامينيتد سكيلز، بالمنظر اللي قدامك ده لو بصيت هتلاقي ريد بابيولز كفرد بسيلفري وايت لامينيتد سكيلز. والله الليجنز ممكن يبقى سكاترد على الجسم او ممكن تلحم مع بعض تعمل لك بليك زي في الصوره اللي قدامك. سام تايمز سوريتك ليجنز سراوندد باي بيل بلانشينج رينج
بنسميها وورف ساين. طيب خلي بالك معي، عشق وغرام وهيام للاكستنسيف سيرفيس يعني الصدفيه. انا لما اشك عين عن صدفيه وابص على القلب والني والسكالب، النيل لازم نشوفه برضو. بص يا جماعه، اي عيان شك عن صدفيه بنبص على النيل والقلب والسكالب، الضوافر بنشوف برضو الساكرال اريا. اي صدفيه او غالبا الصدفيه لما بتخف بتسيب مكانها هايبو بيجمنتيشن. عندي حاجه اسمها جريتاش تيست باي ريموفل اوف سكيلز لاير باي لاير، تسيب لك الريد بابيول مكانها، لو خربشه بتسيب لك بليدنج بوينتس ما يسمى بالاوسبيتس ساين. طيب الهيستوباثولوجي بتاعه الصدفيه انا عايز اشرحها. نطلع مع بعض على البورد ونشوف كده الهيستوباثولوجي بتاع السرايس. مبدئيا معايا يا جماعه، تعال نفهم مع بعض الهيستوباثولوجي بتاعت السرايس وايه ليها تفسير كلينيكالي. اه طبعا، ادي يا جماعه ريد بابيول كفرد بي لامينيتد سيلفري وايت سكيل on removal of scales layer by layer هتسيب لي red membrane scratching للmembrane ده، هتسيب لي bleeding points اللي هي الاوسبت ساين. تعال نشوف الكلام ده بالهيستوباثولوجي. واحد، انت بتقول لي red بابيول، هو ليه red؟ هتلاقي عندك فازو دايلاتيشن اوف ديرمال بلاد فيسل مع بريفاسكولار انفلاماتوري انفلتريت. بابيول ليه بابيول؟ هتلاقي عندك اكانثوزز يعني ايه اكانثوزز؟ قلنا قبل كده انكريد الثيكنينج اوف ستريتم البيجي اللي هي البيزل لاير السباينس والجرانيولر. هايل، يبقى كده اريثيماتس بابيول كفرد بي لامينيتد سيلفري وايت سكيلز. حلو قوي، تعال نشوف بقى الهورني لاير فيها ايه. الهورني لاير هتلاقي فيها ريتينشن اوف نيوكليي. هو الهورني لاير ده عباره عن ايه؟ معموله من ديت كيراتين. ان انا الاقي فيها ريتينشن اوف نيوكليي دي ما بقتش نورمال كيراتوزز، بقت اب نورمال كيراتوزز، بنسميها بارا كيراتوزز. بارا كيراتوزيس. وبعض الكتب المراجعة هتلاقي برضو ايه، ممكن تلاقي بارا كيراتوزيس وممكن تلاقي اريا اوف هايبر كيراتوزيس. يبقى كده قلنا ريد فازو دايلاتيشن اوف ديرمال بلاد فيسل مع بري فاسكو انفلاماتوري انفلتر، بابيول اكانثوزيس كفر بي سيلفري وايت سكيلز اللي هي بارا كيراتوزيس. حلو قوي. On removal of scales on removal of the scales بتسيب لك bleeding points. ليه؟ بص معايا بقى، دي اسمها الديرمال بابيلي ودي اسمها الريتي ريدجز، الحته اللي عامله انفاجينيشن من ابيدرمس الدير اسمها ريتي ريدجز ودي اسمها الديرمال بابيلي. بص معايا، سوبرا بابيلاري absence of granular layer سوبرا بابيلاري فوق الديرمال بابيلي absence of granular layer مش هتلاقيها. طيب امال فوقيها في ايه؟ في هورني لاير ابنورمال فيها بارا كيراتوزز. بارا كيراتوزز عامله لي سكيلز، لو شلنا السكيلز دي بقيت في الدرمس خربشتها يحصل بليدنج بوينتس من دايليتد بلاد فيسلز، بس مش يحصل بليدي سيرفيس، بيحصل بليدنج بوينت. طيب خلي بالك، انا قلت لك فايندنج كمان ان في الينجيشن اوف ديرمال بابيلي والينجيشن اوف ريت ريدجز ويز كلابنج، ودي من الحاجات الكاركترستيك جدا في حالات في الهيستوباثولوجي اوف سرايس. طيب خلي بالك معايا من الحته اللي جايه، لو تفتكر معايا فيلم كرتون كنت قلت لك النيوتروفيل بتهاجر من الدرمس للابيدرمس. ايوه، والاقي شويه نيوتروفيل متجمعين هنا وشويه نيوتروفيل متجمعين هنا،
دول اسمهم سبونجي فورم باستيولز اوف كوجوج. طب واللي فوق في الهورن ليه دول اسمهم مونرو مايكرو اكسس. فاكر في الديفينيشن كنت بقول لك السورايسيس از ا باستيولر ديزيز، لكن باستيول كان نوت بي ديتكتد كلينيكالي. وانس بقى ديتكتد كلينيكالي بقى عندي باستيولر سورايسيس. تعال نشوف بقى كده مع بعض الهيستوباثولوجي اوف سورايسيس. قلنا باراكيريتوزيد يعني تنشن نوكلياي في الهورن سيلير، مونرو مايكرو ابسس في الهورن سيلير، خش تحت هتلاقي سبونج فورم باستيول اوف كوجوج. خش بعد كده هنلاقي الاكانثوزز اللي عامل بابيول، الانجيشن اوف ديرمال بابيلي، الانجيشن اوف ريت ريدجز ويز كلابينج، فازو دايليتيشن اوف ديرمال بلاد فيسل مع بري فاسكولار انفلاماتري انفلتر. وخلي بالك ان الهيستوباثولوجي هيخدم على الكلينيكال، والكلينيكال ليه تفسير في الهيستوباثولوجي، يعني كل حاجه ليها تفسيرها. تعال نرجع مع بعض بقى ونشوف هنعمل ايه في المحاضره. طب تعالوا معايا بقى نشوف كده الكلينيكال تايبس اوف سورايسيس. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنقسم السورايسيس اكوردنج للسايت، اكوردنج للشيب والديستريبيوشن اند بيبولز، واكوردنج للسيفيريتي. اكوردنج للسايت خدهم فوق لتحت. سورايسيس اوف ذا سكالب، بالمو بلانتر سورايسيس، سورايسيس في النيل، سورايتيك ارثروباسي، فليكشرال سورايسيس، نابكن سورايسيس، اورال سورايسيس، جينيتال سورايسيس، فوليكولار سورايسيس، والانستيبل سورايسيس. يعني ايه انستيبل سورايسيس؟ يبقى انا عندي مثلا سورايسيس فالجارس اخف، بعدين ترجع لي تاني مثلا ريسوديرميك، بعدين تخف تبقى بصه، بعدين ترجع فالجارس، دي اسمها الانستيبل سورايسيس. نقولها تاني، سورايسيس في السكالب، بالم بلانتر سورايسيس، سورايسيس في النيل، سورايتيك ارثروباسي، فليكشرال سورايسيس، نابكن سورايسيس، اورال جينيتال سورايسيس، في الفوليكولار سورايسيس، في السوريك سورايسيس والانستيبل سورايسيس. ادي 11 نوع. اكوردنج للشيب والديستريبيوشن اوف ذا بابيولز ممكن يجي لك سورايسيس ان جاتيت باترن، ممكن يجي لك ان انيلر باترن، ديسكويد باترن، لينير باترن، جيوغرافيك باترن على شكل خرائط. الاكوردنج للسيفيريتي سورايسيس فالجيرس هو النوع الشائع، يعني سورايتيك ليجن في الالبو والنيو والسكالب، انما اللي يجي لي بقى بالباستر سورايسيس او الاريسودرميك سورايسيس هي دي السيفير فورم، ممكن تبقى فيتل. تعالى في السريع كده وتابع معايا في اللابتوب في السرايسيس اوف ذا سكالب. هناخد واحده واحده. السرايسيس في السكالب ممكن يجي لك ديسكريت بريكس، منطور فروه راسك، بتريزز امنتيشيا واكلمك عليها بالتفصيل دلوقتي، ثيك بلاك ان ذا اوكسيبت، ودي اشهر مكان للصدفيه، بان لايك بريك الونج ذا انتيريور هير لاين. تعال نشوف معايا كل حاجة جايبها لك معايا. يبقى هنا طبعا في الاوكسبت ده، هنا في الانتيريور هير لاين، هنا في بوستيريور هير لاين، وهنا البتريزيز امنتيشيا. السبريك درماتيتس ازاي نفرقها مع السورايسيس؟ طبعا السبريك درماتيتس نوع من انواع الدرماتيتس، بيبقى فيه سيفير ايتشين. السورايسيس ايتشين بس مش السيفيرتي بتاعت السبريك درماتيتس. السبريك درماتيتس بنلاقي فيها كراست مور ذان سكيلز. السبريك درماتيتس تعشق اذر سبريك اريا، يعني دور تماما على اذر سبريك اريا. سبريك اريا ليه؟ السكالب، الاي براو، النيز ليبيال فولد، الشيست، بيهايند اير، اكزيلا جراين. انما السورايسيس لو شكيت السورايسيس ببص على الفيفورت ارياز فور سورايسيس، هي القلب والنيو والسكالب والسكر اريا. السورايسيس معهوش هير لوس يا جماعه غالبا، انما السبريك درماتيتس دائما معاه هير لوس. ايه البتريزز امنتيشيا؟ خلي بالك معايا بقى عشان الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، وتابع معايا الكام سلايد الجايين دول. اكسسيف سكيلينج ذا سكاد، سيك سيلفري اور يلوش سكيلز ان سيركلز ذا هيل شافت اند مي بايند داون تافت اوف هير. بتبقى ماسكه مع بعض الكراست دي، ماسكه الشعر وطالع منه الشعر عامل زي التافت اوف هير زي ما هنشوف دلوقتي. سكيلينج مي بي لوكالايزد او جنراليزد سكيل، عامله زي الاسبستوس. السكيلز عامله زي الاسبستوس. يعني ايه الاسبستوس؟ نوع من انواع الحجاره عامله زي الفحم كده اللي بيخرجوا منها البلاستيكات والمواسير وال 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 وال. It's an action pattern rather than a specific diagnosis. مهم جدا اخر سطر قدامك كده. It's an action pattern يعني بتريز امنتيشيا هو مش definite diagnosis. هو الاتي. اول ما اقول لك بتريز امنتيشيا فبقول لك بتريز امنتيشيا ممكن يبقى
سكالب سرايكسز، ممكن يبقى سيبوريك درماتايتس، ممكن يبقى توبك درماتايتس، ممكن يبقى تينيا كابيتس. طيب بص معايا، مهمه جدا دي، بتريز امنتيشن مور اوف افكت الفيميل رادر ذان الميل، جنرالي سين ان تشيلدرن واليانج ادلتس. هايل. مي بي كومبليكيتد بالسكند انفكشن والستافيلو كوكال انفكشن، وطبعا بيحمل لي ساعتها اوزنج وكراستيشن ونوع من انواع الامبتايجو. اهي يا جماعه ده الاسبستوس، ده حجر الاسبستوس، عامل زي بالظبط، شايفين معايا حجر عامل زي بالظبط الفحم. بص يا جماعه ادي بتريز امنتيشيا، وتابع معايا السهم، حته كراست صفرة او بتبقى براونش وطلع منها الشعر ذا ستافت اوف هيرو. معايا ادي يا جماعه صوره بتريز امنتيشيا، اقول لك دي بتريز امنتيشيا، مي بي سرايكس سبريك دمتايتس اكزيما، اوكي فانجل. خلصت من سورايسيس في السكالب، خش على بعدها سورايسيس في البالم والسول. تو كومن باترن ار اوبزرفد في البالم والسول ويل سيركمسكرايب ليد سكيلي بيك سيميلر تو سورايسيس إلسوير، اللي هي عامله زي الصدفيه في اي حته تيجي في البالم، او باتش اور جنرايز ثيكنينج اند سكيلينج اوف ذا انتاير سيرفيس ذا بالم اند سول وزود ريدنس، تلاقي الايد مبيضه خالص خالص، ما فيهاش حتى ما فيهاش بليكس، الايد كلها مبيضه وفيري دراي زي الصوره اللي على ايدك اليمين دي اللي مش عامل السهم، او ممكن تبقى عامله عادي جدا زي السورياتيك ليجن منطوره في الايد. بالما بلاتر سورايسز مور كومن اسوشيتد مع السورياتيك نيل ديستروفي والسورياتيك ارثروباسي. سورايسز زنيل دي مهمه جدا، واوريكم صوره حلوه جدا 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 جدا. كلينيكال فيتشرز انكلود، اهي دي فيها كل حاجه. ممكن نلاقي نيل بيتنج، النقر اللي انت شايفها قدام عينيك دي نيل بيتنج، اويل سبوت ساين، تلاقي النقط الحته الصفراء اللي موجوده في النيل، اونيكولايسز، اونيك يعني نيل، لايسز يعني سيبريشن، النيل هتلاقيه مفصول عن النيل بيد، سب انجوال هايبر كريتوزز يعني هايبر كريتوزز تحت النيل. بصوا يا جماعه النيل، النيل ده كيراتين، بيحصل ايه؟ هايبر كيراتوزيس، مش بره بقى زي ما بيحصل في الجلد، هايبر كيراتوزيس اندر سيرفس النيل، اسمه سب انجل تحت النيل، هايبر كيراتوزيس يعمل لك سيبريشن النيل عن النيل بيد. ده بليت ابنورماليتيز او توتال نيل ديستروفي والسبلنتر هيمروج، هم الست دول الكومنست فيتشرز اللي ممكن نلاقيهم في السورايسيس والزنيل. سورايتيك ارثروباسي مهمه جدا جدا جدا، كلاسيفيكيشن اوف سورايتيك ارثروباسي، واحد دي يا جماعه عايزين نحفظها صم، دي بنشوفها كتير جدا احنا ودكاتره الروماتيزم، ومفيش تحليل يقول لي ان السورايسيس ده هو سبب الارثرايتس، يعني مفيش عندي تحليل يقول لي ده سبوريك سورايتيك ارثروباسي. معايا؟ خلي بالك معايا بقى، واحد مونو اند اسيمتريك اوليجو ارثرايتس، مونو واحد بس، او لو مش مونو بايلاترال بس اسيمتريكال اوليجو ارثرايتس، انفلاميشن في الانترفالنجيال جوينت بوز ديستال وبروكسيمال، يضرب الديستال ويضرب البروكسيمال اوف ذا هاند اند فيت، اتس موست كومن بريزنتيشن، انفولفمنت of a single digit can result in classic sausage digit، يبقى عامل زي السوسيس كده، زي ما باين قدامك في الصباع وباين قدامك في السوسيس. ماشي يا جماعه؟ The inflammation of the larger joint may accompany this form. تمام. Arthritis of distal interphalangeal joint، عشق وغرام وهيام للديستال انترفالنجيال جوينت، سورايتيك ارثروباسي بيعشق الديستال، الجاوت ارثرايتس يعشق البروكسيم، السورايتيك الروماتويد ارثرايتس يعشق البروكسيم، السورايتيك الروماتويد ارثرايتس يعشق البروكسيم، السورايتيك ارثروباسي يعشق الديستال. فهنا arthritis of distal interphalangeal joint، ولو بصيت قدامك على الصوره هتلاقي distal interphalangeal joint inflamed وإيداميتس. روماتويد arthritis like، زي ما قلت لك الروماتويد بيضرب مين؟ البروكسيمال مش الديستال، فتلاقي هنا والصوره قدامك البروكسيمال interphalangeal joints involved with swollen
وفيها شويه ميوتيليشن او ديفورميتيز. ارثرايتس ميوتيلانس، ميوتيلانس يعني تشهو. بص الميوتيليشن او الارثرايتس عامل ميوتيليشن زي في الايد، سبوندلايتس اند ساكرو الايتس، ده كرونيك انفلاميشن في الجوينتس بتاع الساكروم وبتعمل ديفورميتيز وسيفير بين. فليكشرال سورايسز، سورايسز في الفليكشرال اريا تحت البريست، في الاكزيلا، في الجروين، هتلاقي العيان عنده سيفير اتشنج، بس الاريا دي بتبقى ديفايد اوف سكيلز، وممكن نلاقي معاه شويه ساتلايت ليجن بالمنظر اللي قدامك. هتلاقي تحت البريست هنا او في الاكزيلا الجلد محمر وسيفيرلي بروريتك، مفيش سكيلز. لو بصيت هنا هتلاقي شويه ساتلايت ليجن، اي حد هيشوفها بما فيها انا، اي حد هيشوفها هيقول اكيد دي كانديدا، ودي الساتلايت ليجن بتاع الكانديدا، مدي انتي فانجل مفيش استجابه، فبتطلع طبعا سورايسيس. بتبقى الموضوع سهل جدا لما فراكشر سورايسيس بيجي مع الاذر فورم اوف سورايسيس، اما سورايسيس فالجيرس بتبقى الموضوع سهل جدا جدا جدا. النابكن سورايسيس من الموضوع السخيف جدا، بيحصل لي سورايسيس في النابكن اري في البيبيات، وبنقف قدام هذا البيبي مش عارفين نعمل اي حاجه غير ان احنا نديه ايموليانت. ميكوزال سورايسيس بنشوفها مش قليل، تيجي سورايسيس ممكن على فكره البرزنتيشن بتاع العيان بس ميكوزال سورايسيس، وعنده سورايسيس في اللبس مايكل بكر ميكوزا، او في التانج يعمل لي جيوغرافيك تانج. ادي يا جماعه سيلفر سكيل، بس ده كل عند العيان سيلفر سكيلز على اللبس، في البكر الميكوزا سورايتيك ليجن في البكر الميكوزا في التانج، ويجي لك بالجيوغرافيك تانج. جينيتال سورايسيس ومشهوره جدا جدا، وعلى فكره ممكن تبقى اون برزنتيشن اوف سورايسيس، يجي لك العيان بريد بابيول او بليك كفر بسيلفر وايت سكيلز، ويجي يعني يقول لك ايه ساتي انتركورس، يحصل لي بليدنج، ما دي الجريداش تيست ودي الاوسبيت ساين. فوليكولار سورايسيس بنلاقي عند الفيميل والاطفال الصغيرين برومينت فوليكولار ليجنز ويز سكيلز، والسكيلز دي لو اتشالت ممكن تسيب بليدنج بوينتس. سيبوريك سورايسيس، هي سورايتيك ليجن في سيبوريك اريا، يجي لك سورايسيس في السيبوريك اريا اللي هو السكالب الاي براوز نزل اللي بيفول بيهايند الاير الشيست والاكزيلا والجراين. انستيبل سورايسيس انفولف فورم اوف دي انفولف فورم اوف سورايسيس ذات كان رابيدلي بروجريس اند كوز دينجرس اور ايفن فيتال ميديكال كومبليكيشن. كده خلصنا من السورايسيس كلينيكال تايبس اكوردنجلي السايت. تعال نتكلم اكوردنج للشيب والديستريبيوشن اوف بابيولز. هلاقي ممكن البلاك سورايسيس، جاتيت سورايسيس، ديسكويد سورايسيس، انيو سورايسيس، لينير سورايسيس، والجيوغرافيك سورايسيس. ادي الجاتيت، وغالبا ما تيجي بوست ستريبتوكوكال سورايسيس، وعلى فكره ده النوع الوحيد من الصدفيه اللي ممكن ما يرجعش. خلي بالك برضه من كلمه ممكن، يعني ممكن بيبي جاله ستريبتوكوكال تونسلايتس فارينجايتس، وبعد ما راق شويه نطر على جسمه بوست ستريبتوكوكال جاتيت سورايسيس، هذا الطفل يا جماعه ممكن السورايسيس عنده تروح وما ترجعش تاني، وهنا الانتي بايوتيك ليها رول في العلاج. ديسكويد سورايسيس ديسك شيب ليجن كفرد بسكيلز. انيولار سورايسيس، ادي الانيولار ليجن ليها هيلينج سنتر واكتيف ايدج عليه سيلفر وايت سكيلز. لينير سورايسيس بتاخد اللينير باترن وكفرد بسكيلز نفس الكلام. جيوغرافيك سورايسيس واخده منظر الخريطه على ظهرك. اكوردنج للسيفيريتي عندنا بقى طبعا سورايسيس الشائع وسورايسيس بالجالس، حاجات السيفير هو الاريثروديرميك او الباستلر سورايسيس. تعال نتكلم على الاريثروديرميك سورايسيس. بريسيبتيتد بي اريثروديرميك سورايسيس دي كومبليكيشن، فيتال كومبليكيشن، سيفير كومبليكيشن، ان كومبليكيشن بيبقى تلزمني نحجز العيان في المستشفى. بريسيبتيتد بي انفكشن، هايبوكالسيميا، طار، انتي مالاريال، انتي مالاريال، انتي مالاريال، استرويد ويزدرول. على فكره لو اديت عيان سورايسيس استرويد هيخف، هيخف تمام، الليجن هتختفي تمام، بس وانس الافكت بتاع الاسترويد راح هيحصل ريباوند رياكشن مرعب مرعب مرعب، اللي هو ان ذا فورم اوف باستلر او اسوديرميك سورايسيس. الاسوديرميك سورايسيس ستارت ان وان اوف ذا فولوينج ويز، يعني الاريثوديرميك سورايسيس ممكن تبقى البرايمري مانيفيستيشن ذا ديزيز، اول ما يجي لك العيان اول علاقته بالصدفيه اريثوديرميك، او اكستنشن اوف كرونيك لوكالايز سورايسيس، او كومبليكيشن لكرونيك لوكالايز سورايسيس،
وشدد. او سبيكترم اوف انستابل سرايسز، لو تفتكروا الانستابل سرايسز، العيان لما بيجي له سرايسز متعود ياخد علاج ويخف يجي له نفس النوع، انما الانستابل لا بتتغير من نوع لنوع، فممكن تبقى سبيكترم اوف انستابل سرايسز او ريجريشن اوف باستيول سرايسز، عيان جاله جنرالايز باستيول سرايسز وبدات الباستيول تهيل، هتهيل بالريثروديرميك سرايسز، وادي صوره الريثروديرما واخده الفيس كله، الايد، الترانك، الرسيمة وسكيلز، يعني زي يعني الريثروديرما. باستيول سرايسز احنا قلنا ان السرايسز ده ديفينيشن من ديفينيشنز، السرايسز از ا باستيولر ديزيز، بس باستيولز كان نوت بي ديتكتد كلينيكالي. وانس بقى ديتكتد كلينيكالي بقيت في نوع خطير جدا جدا من السرايسز اسمه باستيولر سرايسز. والباستيولر سرايسز نوعين، جنرالايز باستيولر سرايسز، وده لاما اكيوت جنرالايز باستيولر سرايسز فانزومباخ ديزيز، او جنرالايز باستيولر سرايسز اوف بريجننسي، واحده كان عندها سرايسز وبقت بريجننت تخش لك على جنرالايز باستيولر سرايسز اوف بريجننسي اسمها امبيتايجو بيتي فورمز، او انيولر وسيرسي باستيولر سرايسز، ده جنرالايز فورم. اللوكالايز فورم ثلاث انواع، اكيوت جنرالايز باستيولر سرايسز وتاخد الايد كلها واتشنج، كرونيك لوكالايز باستيولر سرايسز تاخد البالم والصور بتسيب الصوابع، والاكروباستيولوزيس تاخد تحت الضفر وتوقع الضفر، ده النوع الوحيد من اللوكالايز اللي ممكن ينطر جنرالايز. تعالى بقى نتكلم على واحده واحده ونشوف مع بعض كده جنرالايز باستيولر سرايسز، اكيوت جنرالايز باستيولر سرايسز فونزنباخ. بريسيبيتيتنج فاكتور الطار، اتنين انفكشن، تلاتة سان لايت، واحدة بتعمل سان باث. على فكرة الباليو سيرابي او باليو سيرابي ده من الحاجات الكويسة جدا، اللي هو العلاج في سفاجة والعلاج في البحر الاسود، حاجات جميلة جدا 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 جدا، بس هي سلاح ذو حدين، في نسبة فوق 90% العيان يتحسن، بس في 10% العيانين ممكن العيان يخش لك في باستيولر سرايسز. البريجننسي زي ما قلنا اي عيان عندها سرايسز بقت بريجننت تتحسن، بس في 10% من العيانين ممكن تخش في الفيتال امبيتايجر بيتي فورمز او جنرال باستيولر سرايسز اوف بريجننسي. دراج زي الساليسليت، البروجسترون، استرويد وذرول، الكتافلام والفولترين تكير منهم قوي قوي قوي. طيب اكيوت جنرالايز باستيولر سرايسز، بص يا جماعه اكيوت جنرالايز باستيولر سرايسز الفونزنباخ بتبدا ازاي؟ انا اوريك الصوره. لو بصيت الصوره قدامك sheath of erythema حتى محمرة يطلع عليها tiny pustules، ده بعد ما بيحس العيان ببيرنينج سنسيشن، بيرنينج سنسيشن في الجلد حتى erythematous يطلع عليها tiny pustules على الجسم كله. طيب اثنين generalized pustular psoriasis of pregnancy impetigo herpetiforms بيحصل في زي اللي فاتت بالظبط، بس هنا مع الفارق ان السبب هنا هو البريجننسي، وعلى فكره بتريكير كل مع كل حمل وممكن تحصل ايرلي عن المره اللي قبلها. سيرسنت اند انيولر باستيولر سرايسز زي ما اتفقنا، سيرسنت يعني ريجن مدور لاكتيف ايدج وليه هيلينج سنتر، وعلى الاكتيف ايدج بلاقي الباستيول، بتبدا على شكل اريثيما بعدين يبقى ريز وايديمتس وتكبر سنترفيوجل، يعني كلمة سنترفيوجل تكبر ايكولي من كل حتة، ويبدأ يظهر الباستيولز عند الايدج، ريكارنس از فريكوينت. تعالوا نشوف بقى مع بعض، انا قلت لك دلوقتي التلات انواع جنرالايز باستيولر سرايسز، ها اكيوت جنرالايز باستيولر سرايسز فونزنباخ، جنرالايز باستيولر سرايسز اوف بريجننسي، والانيولر ريسيرسنت باستيولر سرايسز، دول التلاتة جنرالايز. الهيستوباثولوجي بتاعهم اهم حاجة كلمة واحدة بس، السبونج فورم باستيول اوف كوجوج، السبونج فورم باستيول اوف كوجوج بقت مايكرو باستيولز. طب والمنرو دي فرقعت وخلصت، يبقى السبونج فورم باستيول اوف كوجوج بقت مايكرو باستيولز. طيب السيرستيت والانيوال باستيول سرايسز، طيب اللي بالنسبه لي سوري معلش، الجنرالايز باستيول سرايسز لما اجي اعالجها جنرالايز باستيول سرايسز نعالجها ازاي؟ طبعا نعالج البروجيتنج فاكتور، هوسبيتاليزيشن از ا ماست، فيري 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 ويك توبيكال استرويد في الاريتيتنج اريا، انما سيستميك ميزوتريكسيت اسيد تريتن
إذا ماست والبيولوجيك بلاي امبورتنت رول في الموضوع دلوقتي. لوكالايز باستر سورايس ثلاث انواع، اكيوت بالم بلانتر باستر سورايسس. وهنا يا جماعه بصوا معايا، الاكيوت بتضرب الايد كلها، تضرب الرجل كلها وهرش شنيع بما فيها الصوابع. يعني لو بصيت على الصوره اللي تحت دي اهو، باستولار ليجن واخده البالم كله، واخده السول كله، واخده الصوابع وهرش شنيع. انما الكرونيك بالم بلانتر باستولوز او كرونيك بالم بلانتر باستر سورايسس لا، تاخد ايه بقى زي ما نشوف الصوره قدامنا هنا. بص معايا، تاخد بص على الرجل ماشي بالسهم، تاخد حته دي اسمها الستيب وتاخد الهيل. طب ونص الرجل فري. نفس الكلام في الايد، تاخد البالم طب والصوابع فري. دي الكرونيك بالم بلانتر باستر سورايسس، والايتشنج فيها بيبقى مش موجود او مايلدر. اكرو باستيلوزز افكت انيشال تيب اوف ذا فينجرز. بص معايا، تضرب الاطراف الصوابع اهو وتلاقي انفلاميشن رهيب هنا، وكل الضوافر انفولفد. ادي الاكرو باستيلوزز، وعلى فكره ده النوع الوحيد من اللوكالايز باستر سورايسز مي ايفولف انتو جنرالايز باستر سورايسز. طيب كده خلصنا من الكلينيكال تايبس مع الشرح عليهم. تعالى نتكلم على كوبنرز فينومنا. كلمتك على كوبنرز فينومنا من شويه. يعني ايه كوبنرز فينومنا؟ كوبنرز فينومنا دي اسمها الثاني ايزومورفيك فينومنا. هي يعني ايه؟ خلي بالك معايا، انا عندي صدفيه وهنا مفيش صدفيه، جيت عملت عمليه او سكراتشنج على السكار بتاع العمليه او السكراتشنج تلاقي سورياتيك ليجن. يعني هو سورياتيك ليجن في سورياتيك بيشنت اون توب اوف سكار او على سكراتش مارك. او نقولها بقى يعني ديفينيشن علمي، هو ايزومورفيك باثولوجيكال ليجن. اصلا مش بص في السورايس بس، ده بص في 36 سكين ديزيز. ايزومورفيك باثولوجيكال ليجن يعني هيطلع ليجن شبه الديزيز اللي عندك. ان بيشنت وذ سكين باثولوجي، عنده ديزيز اون توب اوف سكار او على سكراتش ماركس. تمام. طيب تعال نشوف كده مع بعض الامراض. يا نهار ابيض، الكوبنرز فينومينا هتلاقيها في السورايسيس، في تيليجو واللايكم واللاسكم بايديما جانجرنوزم، في الورس، في البيسيت، في الدرير، في احفظ الصوره دي عندك، في الارسيم مالتيفور ارسيم انيول هير اند هيل ديزيز كابوس ساركوما كيرلز ديزيز دو برايم فريتنج ديرماتوز لايك اسكوزا اتروفيك اسمورفيا نيكروبايز لايبوتيكا بلاجرا، حاجات كتيره جدا 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 جدا. ادي يا جماعه صور للكوبنرز فينومينا في السورايسيس، تاني واحده في الفيتيلجو، تالت واحده في اللايكن بلانس. وكده يبقى خلصنا موضوع الصدفيه، هنخش على العلاج بتاع الصدفيه، ودي محاضره تانيه بقى مخصوصه وهنتكلم عليها ان شاء الله المحاضره الجايه. خلي بالك معايا، مما سبق نقدر نقول الاتي، الخص المحاضره في ثلاث دقائق. السورايسيس از كرونيك جينيتيكالي ديتيرم ديزيز، والكرسي بتاعه شويه ريميشن شويه اكسترفيشن. السورايسيس مرض مزمن ما بيخلصش بس ما يتسابش. السورايسيس من الامراض اللي بتخش في ديفرنشال دياجنوزز في حاجات كتيره جدا في الجلد، عشان هو افكتنج حتت كتيره جدا جدا جدا، السكالب، الفيس، ترانك، القلب، النيلز، المفاصل، الجينيتال اريا، فبيخش في ديفرنشال دياجنوز في حاجات كتير. قلنا الهيستوباثولوجي بتاعتها يوجد ما يفسرها الكلينيكال، بيفسروا الهيستوباثولوجي، وجود الهيستوباثولوجي بيفسر لي الكلينيكال. قلنا الباثوجينيسيس ثلاثه باثوجينيسيس، الباثوجينيسيس اللي بيفسر علاجي بالميزوتريكسيت والاسيتريتين والسايكلوسبورين، قلنا الباثوجينيسيس اللي بيفسر علاجي بالنيو بايولوجيكس، وقلنا الباثوجينيسيس الثالث اللي بيفسر علاجي بالستيكينوماب والسكيكينوماب اللي هو الستيلارا والكوزنتكس. بعدين دخلنا على الكلينيكال تايبس بتاعه الصدفيه، وقلنا قد ايه المواضيع دي مهمه جدا 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 جدا، من اول اكوردنجلي قسمناها اكوردنجلي سايت، اكوردنجلي الشيب والديستريبيوشن بابيولز، واكوردنجلي السيفيريتي. المحاضره الجايه ان شاء الله تريتمنت اوف سورايسيس. استنوني، كل سنه وانتم طيبين. شكرا.